متابعي موقع طنجاو الأوفية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني رمضان في الحومة. وفي رمضان كان عيشوا أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان في رمضان في الحومة. الحومة اللي غنزوروها اليوم ان شاء الله جبل كبير، حومة زيري. خليكم معنا، مرحبا بكم حومة زيري. برافو، تبارك الله على جبالي، تبارك الله على جبالي، اللي جانا يجي الخير، واللي جانا يجي الخير، عاشق اللي صدر وعلى كيما صدر.
الله يبارك فيك الله يعزك. كيفاش كدوز اجواء رمضان؟ بخير، اجواء مزيانه بزاف. شحال سنة هنايا تقريبا بدري؟ ترى 50 سنه وانا هنايا مرضي. والله 50 سنه وانا هنايا، والناس كيجيو من كل مواطن، فهمتي؟ من المواطن اللي كيجيو منه، من الناس مدينه كامله ومداخليه، فهمتي؟ من كل مواطن كيجيو عمر من هنا تبارك الله، واللي كيشرب هذا الماء كيعجبوه كيرجع. اللي مزيان في هذا الماء؟ هذا الماء صحي، الماء مزيان، الدات كامله وكيخدم حتى الدات ديال داخل وكيخرج، كيصفي وكيخرج. كتكون عمر الدنيا في رمضان ولا دائما؟ دائما عمر هذه العين هذه معروفه، دائما تبارك الله فيها بنادم ديالها. وهذه العين هذه عندها التاريخ، فهمتي؟ قديمه. يعني مستحيل يجي شي واحد جبل كبير وما يدوزش من العوينه. لا بدا يوصلني هنا يا مرتي. والله لا بدا واخا يجي من الداخليه كحسو كيقولوا له كاين واحد العين في لانه كيجي ليله، فهمتي؟ كيجي ويشرب ويعاود يجي يشرب ويدي الماء ديالها، عاود يكون ماشي بحالو كيدي الماء ديالها. وشحال الناس جبروا على هذا الخير هذا، حلا هذا درنا جبروا عليه، فهمتي؟ باش كانوا مراتين مثلا كلاوي ومعده والناس كيجيو كل مطيع عمرو من هنايا وكيترسخوا فيه، كيهبطوه ونطا ديال الماء من هنا وكيهبطوا المدينه، والمدينه الناس كيشريو من عندهم، فهمتي؟ من بعد كيبقاو يبحثوا كيعرفوا من العين هاد لينو، كيجيو بيدو من هنايا وكيشوفوا ويراقبوا كيجبروا شي من الدم والماء مزيان، وكيجي معاهم وكيتشافاو، فهمتي؟ بهذا الماء هذا كيجي والله التيسير، فهمتي؟ وهذا كيقول انا هذا، هذا كيقول انا هذا، وهذا كيقول انا هذا، طنجة كامله كتجيني هنايا. بدري دابا بغيناك تبارك لنا الناس العواشر. ومبروك ان شاء الله على كل واحد. شكرا. وحتى هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايوب جباري ومور الكاميرا الغزال سفيان العشاب. تلاقوا فيديو جديد وحومه جديده. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.